تحفز أيضا فتحت البوابات واندفعت على بركة الله تعالى الخير المبتدئ الانتاج عمر 3 سنوات فأكثر على مسافة 1200 متر. سيداتي وسادتي في هذا الشوط اندفاعات جماعية هنا أيضا رقم 8 سبتة تأخذ زمام المبادرة. هناك أيضا محاولات للدخول في هذه اللحظات ل16 متمركز الذي يدخل إلى الداخل الآن، وكذلك المحاولة تأتي هنا لنجم المضمار في المرتبة الثانية ولزالة الصدارة لمتمركز نجم المضمار في المحاولات التي تأتي هنا أيضا لرقم 8 سبتة في هذه اللحظة في المرتبة الثالثة. المطاردة تأتي لمرحبين في محاولة التقدم في هذا الشوط، وتبادل المراكز يبدأ الآن مع هذه الأسماء بالشعارات المختلفة. التقدم الذي يأتي لنجم المضمار إلى المرتبة الأولى مع المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم فيما سبتة في هذه اللحظات. محاولات أيضا التقدم هناك أيضا نشاهد مرحبين الذي يحاول أن يأتي في هذه اللحظات، ولا زالت الصدارة لرقم 7 نجم المضمار الاسطبل المضمار مع فواز والناس الذي ينفرد بالصدارة رغم المحاولات التي تأتي من مرحبين الاسطبل الدهم في هذه اللحظة من الخارج، ولكن النهاية السعيدة لنجم المضمار ما شاء الله تبارك الله بكل قوة مع فواز والناس يحصد انتصاره الأول نجم المضمار في السباقات. وهناك أيضا رقم 4 مرحبين في المرتبة الثانية ما شاء الله تبارك الله فواز والناس يفعل كل شيء في هذا الشوط مع نجم المضمار الاسطبل المضمار في هذا الشوط. مستوى متميز، مستوى رائع لنجم المضمار.